فضل سعد. انا تم الاعتداء عليا في مستشفى كليوباترا من 4 سنين، ومن 4 سنين متبهدله بحاول اخد حقي، بس انه التحليل في كاميرات غرفه الوقافه وتحليل دم بعد اصابتي بمرض اسمه الاتش اس في. من 4 سنين الدوله ماشيه تشن عليا ان انا عانس ومجنونه، وانه ما ينفعش ده ابدا يحصل من غير تحليل. مؤخرا ابتديت اقدم بلاغات تاني بعد ما قالوا لي ان الدنيا اتغيرت عند النائب العام. الخميس اللي فات تم ضربي امام مكتب النائب العام وفي كاميرات، مش هما بيقولوا ما بي... انا اتاخرت في ملتحقي فتره اني اجيب الكاميرات. طب مكتب النائب العام ايه المشكله نجيب الكاميرات؟ لو انا ما اتضربتش قدام مكتب النائب العام يبقى انا كذابه في مستشفى كليوباترا. تطلع الكاميرات بتاعت المستشفى بتاعت النائب العام. طالب ايه دلوقتي؟ عايزه تحقيق عادل. تحقيق لو انا كذابه اخش السجن. عايزه الدكاتره كلهم يتعمل لهم تحليل دم وتتجاب كاميرات غرفه الاصابه في مستشفى كليوباترا. بس هو ده كل اللي انا طالباه، مش عايز حاجه، مفيش حاجه بيني وبين الدوله